صباح الخير شباب، كيف الحال؟ أتمنى أنكم طيبين. اليوم جايب لكم مقطع حلو كثير عن حياة الكلاب والقطط. نتابع هذا المقطع الجميل الرائع. لاحظ إلى القط تلحق الكلب. حياة الكلاب والقطط حياة جميلة. Did you just touch me? Oh yes, I'm very sorry. Don't ever touch me. هذا القطة. كلب يمازح القطة. هذا الجرو الصغير. يلعب مع القطة ويقفز فوقها. لاحظ هنا. لا 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 يحاول أن هذا الكلب شرس، الكلب الأسود، وهذه القطة الحزينة تحاول أن تخلص نفسها منه. تركيها نايمة. هذا القطة والكلب خائف من القطة، لا يستطيع أن يمر. لاحظ. خرج. هذا الكلب يخاف من هذه القطة الصغيرة فإنها تصيح عليه. لاحظ يلعب الكلب مع القطة وهو بجنب وهي بجنب. القطة أقوى من الكلب في هذه اللقطة. لاحظ كيف تضربه. إنها قطة جميلة ورائعة حقا. أنواع القطط متنوعة. هذا المقطع يجسد حياة القطط والكلاب في البيت. كيف تعيش القطط والكلاب في البيت؟ كيف تمرح؟ كيف تلعب مع بعضها في البيت؟ حقا أنها حياة ممتعة جدا ومسلية. لاحظ هذا الكلب كيف ينظر للقطة والقطة واقفة خائفة منه. لا يا حلوة، اتركي هذا الجرو الصغير. لاعبيه. هذا الجرو الصغير الأسود يقفز إلى القطة وهي في الأعلى وهي تطبطب على رأسه. هاي لقطات رائعة لحياة الكلاب مع القطط في البيوت. جمعتها قدمها لكم اليوم أصدقائي. أتمنى منكم الاشتراك في القناة ودعمي ليصلكم كل جديد. نتابع هذه اللقطات الرائعة الجميلة في هذا الفيديو. He sits on his head, everyone. He sits on his head. And Tommy, just chill. Why do you have to jerk around like a... No. يتصارع القط مع الكلب.
هنا الكلب نائم والقطة تنظر. يا قفزت إلي تريد أن تضربها. انزل انزل يا كلبي العزيز انزل. لا يستطيع انه خائف. القطة تقف على الدرج. انزل انزل كن قويا وانزل كن شجاعا وانزل. لا تخف انها قطة صغيرة. إنه يخاف من القطة. تحاول أن تصعد إلى الكرسي ووقعت. لاحظ هذه القطة صغيرة. قبلت السعادة أن تجتمع في منزلك كلب جميل مع قطة صغيرة يلعبان ويمرهان سويا في البيت. فإنك تنسى همومك كلها مع هذين الحيوانان الأليفان. حقا إنها حياة جميلة. ماذا تفعل؟ كانت مختبئة داخل الكيس فظهرت له فجأة. فخاف هذا الكلب. هنا هنا لاحظ لاحظ المراع واللعب والقفز بين حيوانين مختلفين. لا هاي القط والكلب. لا يحاول ان ينزل على 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 السرير. هي الان داخل تطبطب على راسه. انهم في الحديقة الكلب والقطة. لاحظ تابع تابع هاي اللقطة الحلوة. لا تضربها لا تضربها يا صديقي لا تضربها انها جميلة. تحاول ان تدافع عن نفسها. يقفان امام العظمة خائفان. هو يريد ان يدخل ويريد ان تدخل. لاحظ تابع تقدم هو. ذهب ذهب ذهب. لا يجلس مؤخرته على رأسها إلا هو كلب جميل جدا مع حركة الأول. لا هذا القطة في الشباك والكلب من الخارج. إنه يقبل قطته الصغيرة هذا الكلب. لاحظ وهي تقبله. قمة السعادة بينهما. إنهما صديقان حيوان. اصعد اصعد كن قويا. أنزلها من الأعلى. انزل لا تخف انها قطة لن تؤذيك. الان نزل بعد ان ذهبت القطة. انك جبان. يريد ان يدخل ولكن لا تدعه يدخل. لا على الاريكة القط والكلب. الجرو الصغير انه جرو جميل. حقا انه جرو جميل. لاحظ كيف ماذا يفعل هذا الكلب؟ لننظر. انقض على الأرض.
في نهاية هذا المقطع الجميل الذي قدمته لكم هدية مني لكم أصدقائي المشاهدين، أتمنى منكم الاشتراك في قناتي والضغط على إعجاب للفيديو والضغط على زر الاشتراك ليصلكم كل جديد، فأنتم الذي تدعمونني لأستمر في تقديم كل جديد، فأرجو منكم الاشتراك 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 في قناتي، فقناتي جديدة تحتاج دعمكم لكي أستمر وأنطلق في عالم اليوتيوب. أشكركم أشكركم كل من شاهد هذا المقطع وكل من وضع اشتراك لي وكل من وضع إعجاب لهذا المقطع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.